السلام عليكم، معكم محمد، ولحلقة اليوم جينا ورجعنا فيها بلعبة ستيك وورد ليجاسي. طبعا بنهاية الحلقة الماضية وصلنا فيها على هذا المكان او هذا المكان البركاني، وهنا اتوقع انه حنبلش بتحدي اكبر وحنكمل على صعوبة الهارد، ما حروح على الانسين هلا ابدا. بس هاد لحد تالي نشوف التحدي الجديد اللي حيطلع لنا بهدول المابات الجديدة. اوه هلا صار سوام، واتوقع انه لازم اعيش لثلاث دقايق وما بعرف كم. اوه هدول شو كمان؟ في شياطين نايمة، وما بس انا اقطع اكثر من هذا. جماعه طلعوا لي واحد من هذا، استنى انت حول لي على كريستالات على السريع مشان احسن نطلع السبارتنز قبل ما يهجم اي حدا. ما بدي اي حدا يهجم هلا، بدي يكون معي سبارتن اقل شيء قبل ما يهجم علي اي حدا. بالله عليكم لا حدا يهجم. هذا هو، طلعت واحد من السبارتن. هل هدول حيهجموا علي ولا ناس عاديين؟ ما عندي اي فكره الصراحه. بس صار في عندي خاصيه جديده هون واللي هي تبعيه الاسهم، هاي اللي طلعناها باخر مرحله. لسه ما جربتها لهلا، اتمنى انه الصراحه تكون منيحه. ما عندي اي فكره اذا حتكون منيحه ولا لا، ومبين عليها انه ما لازم ادفع عليها شيء، بس شكله عليها وقت كثير. هذا بلش يصحى، شو عم يصير؟ هدول الديناصورات، الرابتر. هذا هو اول رابتر اتوقع حنقاتله. سبارتا روح قاتله، اتمنى انه يكون قوي بما فيه الكفايه لحتى يقتل. ما عم يحسن يضربه. شت طلع لي تبع قوس سهم، لا اعطيه ريج تبع السبارتا، ما عم يحسن يقتله. انا مجرد واحد بس وهيك عم يبهدلني، صلي على النبي نزل لي هذا. اوريدي ماكس ليفل؟ لا ما بدي اكون اوريدي ماكس ليفل. لا عم يبهدلوني، فاتوا علي مليون واحد. او ما تم معي فلوس، عم يقتل لي هدول. وين هجموا عليهن الكل وباقي دقيقه لحتى لي اتم عايش؟ ما اتوقع ابدا اني احسن اتم عايش الصراحه، بما انه ما عم بس انا اطلع اصلا فلوس. وهاي كانت بدايه حلوه تفجرنا على السريع. ارجع عيد مره ثانيه لانه عندي فكره مختلفه. هلا انا ما توقعت انهم حيكونوا هيك، وما توقعت انه السبارتنز ما حيحسنوا اصلا انه يضربوهم. الفكره حتكون كالتالي، ححاول اطلع اكبر كميه ارشر ممكنه. اول شيء لازم اجمع شويه فلوس، ما عندي اي فكره متى اول واحد منهم بلش يصحى. هلا باقي لي 3 دقائق بس لازم اعرف الصراحه متى اول واحد بلش يصحى. هل بلش يصحى؟ او هذا هو بلش يصحى. اوكي هلا بعد ما يصحى هذا الزلمه لازم ارجعهم لورا. ارجعوا لورا كلكم، ما حدا منكم يتم هون. وحاول طلع هدول، اعطيهم ريج على السريع، ولازم الارشرز يبهدلوا هالزلمه. لازم البيس كمان يقعد يتنك، بس هذا هو قاعدين عم يضربوه للزلمه، واللي هو شيء كثير منيح الصراحه. كمان بدي الارشرز يقعدوا يشتغلوا. اوكي حلو كثير، قتلوا اول واحد. نحاول نطلع اكبر كميه فلوس قبل ما يرجع يصحى واحد ثاني بيناتهم. هدول هن 3 صحوا، خيبه يعني 3 مره واحده، هاي بهدله ما هي طبيعيه ابدا. بس ان شاء الله انه البيس يحسن يتحمل عبين ما الارشرز يكملوا موضوعهم. كمان اعطيهم ريج على السريع، اتوقع الريج ما بصيبهم هن، بس مبين عليهم انه عم يحسنوا يضربوهم، بس البيس ما بعرف اذا حيحسن يتحمل الصراحه. انا اتمنى من كل قلبي انه يحسن يتحمل، ولا ما في غير واحد بس جاي على الطريق. لو حسنوا يقتلوهم، واللي مبين انه حيحسنوا حيكون كثير قريب عليهم. كمان انت تستطيع يا بيس، بس تحملها لهاي المره. لا بيس عم يتبهدل. شيت، بس كانت كتير قريبه. اوكي اتوقع هذا هو اول واحد بلش يصحى. باقي دقيقتين ونص، يب اول واحد حيبلش يصحى هلا. ححاول اني اخذ واحد من السبارتنز الصراحه. ما بعرف اذا حتكون فكره سديده ولا لا، بس بدي اياه بس مشان يقعد يسوي تانك. كمان طلعوا فلوس يا جماعه. هذا هو الرابتر فات عليهم. بدي احاول اني ما اخليهم يموتوا، بس هذول الاثنين مبين عليهم انه حيموتوا. كمان ما بدي تبعوت الجود لانه يوقفوا ضرب. هذا هو تبع السبارتن فات بالزلمه، حلو كثير. ممكن انت ترجع لورا. شيت هجموا 3 كمان هلا. لا اله الا الله، هيك بهدلنا، هيك رسميا تبهدلنا، ما عاد تزبط، رسميا ما عاد تزبط. ارجعوا كلكم لورا لانه حياكلوكم انتوا الكل. وهيك تمينا مع واحد بس. نوب الحركه ما زبطت. هذا هو قتلنا اول واحد بسرعه، ما يلحقوا يجمعوا شويه فلوس قبل ما يطلع الرابترز الثانيين. نوب هذول هن قاعدين طالعين. اوكي كنسل على الموضوع. اوكي طلع لي ارشر ثاني، حلو كثير، بس انا اطلع واحد واللي هو شيء جدا جميل. هلا لازم الارشرز كلهم يقعدوا يشتغلوا مع بعض، زائد انه لازم البيس يتحمل، واللي اشك الصراحه انه البيس حيحسن يتحمل، البيس رسميا ما حيحسن يتحمل. اوكي حاولوا تهجموا عليهم وخذوا انتم شويه ضرر، بعده بس الضرر عن البيس لهلا، حلو؟ في امل، في واحد مشكلته انه فول اتش بي لسيته، زائد انه في الماينرز هون عم ياخذوا دامج. اوه شيت رسمي ترجع لورا، جمع بس خلي لي واحد اقل شيء قاتل. ها هي في شويه امل الصراحه، بس لازم الجنود التانيين يطلعوا. كمان جنود اعطيني جنود اكثر. لا البيس هذا هو تكسر. اوكي ححاول اطلع جنود عاديين لهلا، حلو كثير. ما في اي شيء شغال لهلا، قاعدين عم نتبهدل. مش الماينرز كمان هول قاعدين عم ياكلوا قتل، جميل جدا. بس اقل شيء البيس لساته عايش.
هذا الزلمة كان المفروض يموت، بس قربنا كثير كثير. هذا هو حيموت اخر واحد. حلو، لسه في عندي شوية اتش بي. ما اتوقع تم اي ديناصور. نايس، سويناه، سوينا فيكتوري. والله كان الصراحة ماب جدا صعب، بس حسنا نطلع من اول ماب. اتوقع انه لازم ننزل صعوبة. اوه طلعنا فيها على التلج، ما نزلنا على البركان. قلت اني حروح على البركان الصراحة، بس اوكي هات لحد تالي نكمل. اتوقع انه ما اعطوني اي شخصية ولا صرت اقوى ولا اي شيء من هالشغلات. طلع لي شوية جنود تسووا ماين بسرعة. اوه هذا اوريدي هجم علي بواحد، جميل جدا. اوه خيبة، هشكله بيسوي دامج كتير. خيبة دايم حيقتلي واحد من الماينرز، هذا كريه، ضرباته بتبطئ لي الجنود. اوه رسميا اتبهدلت، هذا الزلمة طلع لسه اقوى. حلو كتير، ما بحسن اصلا اجمع فلوس. اوكي محاولة اخرى، لان المحاولة الاولى تبهدلنا فيها، والزلمة اوريدي طلع الحمراء. اوه بعدين نزلت، اتوقع بس تنزل معناته هو قاعد عم يهجم. اوه لا هذا هو اوريدي عندي بالبيس. وات؟ قتله، خلي السبارتن يقتله لانه هذا الزلمة ما بيستحي على دمه. هذا هو هجم على السبارتن كمان. اوكي انت اهجم اهجم، لا انت موقف هيك. وسوى شغله ثانيه هاي بس مشان ما اقدم عليه. اتوقع انه السبارتن بيحسن يتحمل كثير ضرب، يعني خيبه رسميا خيبه. هذا هو هاجم لحاله وقاعد عم يقاتلهم. والله كفو عليه السبارتن. السبارتن عباره عن رجال، هات لحتى لي اعطيه الغضب. انت روح قدم قاتل مع السبارتن كمان، الزلمه قاعد عم يتبهدل. حلو كثير قاتل معاه، بس استنى هون استنى هون. وين رايح؟ ارجع. ويب حاليا بعد ما مسكنا هذا المكان اتوقع انه صار شيء كثير منيح، لانه حاليا صرنا نطلع فلوس اكثر. لسه ما هجم علي هجمة وسخة، انا متأكد انه حيهجم علي هجمة جدا وسخة، بس لحد الان وضعي تمام. اوه شيت، انت ارجع. لا 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 ارجع شوي، لا قدم شوي، ما بعرف ليش خاف الزلمة. اتوقع انه الزلمة اللي مخوفه هو السبارتنز اللي طالعين هون، والصراحة انه شكلهم بيخوف، انا لما كان كنت خايف. بس اتوقع انه صار وقت كمان انه نهجم على البيس تبعه. وصلنا 40%، نايس. بس لسه حستنى شوي، لازم اجمع جيش اكبر، ولازم اجمع لي شوية فلوس لانه احتمال اخسر. لازم احط على طول ببالي انه احتمال اخسر بهاي الحرب، فلازم انه بس ارجع يكون معي شوية فلوس مشان اطلع جنود. بس وصلنا على نسبة 99 من اصل 100، فيعني هلا ما عاد بحسن اطلع جنود اصلا حتى لو بدي هالموضوع. هذا اللي ما بحسن قتلك واخذ المكان اللي انت فيه. نوب ما بحسن، كل اللي علي اسويه هلا هو اني اهجم. فهذا لحتى نقول هذا الجيش الحلو انه يهجم. اوه خيبة، والله مجمع لي كمية جنود مو طبيعية. خيبة اعطيهم رينج. طيب اوكي قتلنا المقدمة، بس باقي ننزل بالارشرز، لازم يموتوا الارشرز. خيبة حاط لي كمية ارشرز كان مو طبيعية. انا عم بقول ليش الزلمة ما عم يهجم علي، طلع قاعد عم يجمع لي جنود، بس هذا هو قتلناهم كمان. خيب والله السبارتنز ما في معاهم مزح ابدا، السبارتنز من جد ما في معاهم مزح. اعطيهم رينج ثاني، كفو عليهم، ما اتوقع انه حيحسن يعيش من هذا الهجوم، بالاخص انه عندي 11 واحد من الارشرز عم يضربوا البيس تبعه، وهذا هو تبهدل. ما كان لازم يعطيني وقت لحتى اجهز حالي، وهلا بنروح على اللي بعده. والله اللعبه صار فيها كثير تحدي الصراحه، ما توقعت هالكميه من التحدي. اوه اعطاني السنوس سوكل، ما بعرف شو اسمه هذا السيكل، ما بدي هالشيء ابدا. اوه يو ار ناو ايبل تو ريسيرش تكنولوجي، اوكي، كيف اسوي ريسيرش للتكنولوجي؟ في عندي ديفنس، في عندي ايكونومي، في عندي ميجز. هات لحتى نرفع الدامج، حاليا الاتاك سبيد تبعهم طلع بنسبة 5%، ما احسن ارفع اكثر لانه عندي واحدة بس. كيف ممكن اجيب جنود اكثر؟ ما في عندي اي فكرة، بس هات لحتى نكمل. ولسيتني على الهارد على فكرة، مع اول محاولة لإلي للعبة لسيتني على الهارد. سرفايف 4، خيب 4 دقايق بدي اسوي سرفايف، تستهبل. سبارتن سبون، اوكي هيك تبهدلنا، هيك رسميا تبهدلنا، اذا حقاتل السبارتنز وانا اوريدي عم بستعملهم لانهم قوايا، هيك تبهدلت. هذا هو هجم علي. هات لحتى نحن نهجم عليه بما انه في معاه ارشرز. اوه شيت بهدلوني، اوه شيت بهدلت، رسميا تبهدلت. لا مو هيك، جماعة بحتاج واحد من السبارتنز بسرعة، يعني باسرع وقت ممكن. نوب هيك تبهدلت وهجم علي سبارتن، اوكي هيك رسميا تبهدلت. ما في معي غير ارشر هون قاعد عم يطلق، والباقي قاعد عم يضرب البيس تبعي. اوكي ارجع عيد المحاولة مرة ثانية. انت روح على الكريستالات على السريع، معي 500 حبة جولد، هلا حتى انتبهت. اوكي 500 حبة جولد شيء كثير منيح معناتها. استاذ سبارتن كيف حالك؟ ممكن تهجم انت؟ حلو كثير. بدي احاول الحق بارشر على السريع، بس الزلمة على الاغلب حيكون بورطة. هذا الزلمه رسميا بورطه هلا. ساعد السبارتن بسرعه. اوه شيت تبهدل، هلا سبارتن ضد سبارتن، على الاغلب السبارتن تبعي يتبهدل. بس هذا هو، لازم نرجع الارشر قبل كمان ما ياكلها. كمان كلكم ارجعوا، كلكم ارجعوا. هيك تبهدلت، هيك رسميا تبهدلت مره ثانيه. بس اقل شيء هاي المره في عندي سبارتن طالع، واللي هو شيء حلو. كمان انت تستطيع استاذ سبارتن، لا تخذلني. ما اتوقع ان الزلم بده يخذلني، بس اتوقع انه جي جي رسميا جي جي. هيك تبهدلنا، هذا الزلم مختلف،
ها مو سبارتن عادي. هذا هو مات بس. اتوقع انه لازم نقتل هدول بس. لازم بس نقتل هدول. يا ريت في عندي اي طريقة مشان اقتلهم بسرعة. بس في احتمال هدول الاثنين الارشر يحسنوا يسووه. او شيء هيك بدلنا. هيك رسميا تبهدلنا. طلعت لي اربعة. أربعة ما في أي أمل رسميا ما في أي أمل. لازم كان يكون معي أرشز أكثر. أوكي هاد له التالي أجرب الماب هذا على النورمال بس عنه كتير صعب رسميا كتير صعب ما عم بحسن أقطعه. كالعادة عم ببدأ بخمسمية حبة جولد بس بدي أشوف شو الاختلاف. إذا ما يكون اختلاف شوي بسيط يعني أقل شيء. أوه هذا أوريدي طلع اثنين وأخذ هذا البيس. اوكي بالعاده بيكون هجم علي بهذا الوقت بس شكله ما حيهجم هلا. أوه وطلع واحد تاني من السبارتنز هلا. نايس جدا حلو بس أقل شيء هلا في معي سبارتن ضد سبارتن. وهذا الزلمه 450 الاتش بي تبعه بس ما بعرف هذا الزلمه. في معي ارشر هون قاعد عم اضرب اللي هو شيء كثير حلو. الارشر تبعونه لسيتهم واقفين هون. وهذا هو اخيرا هجم علي. ما بعرف ليش اخيرا الصراحه هجم علي بس هات لحتى نحاول نجلده مكانه. اوكي حلو كثير. هات لحتى نحن نهجم عليه تعرف. هات لحتى نردها مع انه في عندي واحد سبارتن بس متبهدل بس حيجي واحد بعده حيكون قوي. اهجم في اثنين بس هون لازم انزل له هاي لانه عم ياخذ منها كميه فلوس مو طبيعيه. حيطلع لي شيت طلع لي منهم سبارتن بس كمان انت تستطيع. حسنا اطلع هاي تبعيت التلج مره ثانيه. شيت وخسرنا وهذا هو لاحق لي وراهم. كمان طلع لي سبارتن على السريع. وكالعاده ما في عندي غير سبارتن واحد وعندي مليون ارشر. فالسبارتن مهمته بس انه يسوي تانك بس على الايزي. اتوقع اني بحسن اسويها على الايزي رسميا الموضوع ايزي. زائد اتوقع اني بحسن اهجم عليه. لا ما في داعي اني اهجم عليه بفوز. وبهيك اتوقع انه حنطلع فيها من عالم التلج. اخيرا اعطوني شغله. اوكي انا حاليا بين خيار الصراحه كتير صعب واللي هو انه يا اما اني اطور السبارتن ويصير عندي اقوى يا اما انه بس امسك المنطقه اللي بالنص اطلع اربع سبارتنز كل 20 دقيقه. بس اتوقع اني حاخذ الدامج. اتوقع اني حاخذ الدامج اكثر الصراحه. هذا احسن لي لاني انا بالحالتين معتمد على الزلمه. ولسه ما طلعنا من منطقه التلج بس اتوقع انه تصفعنا بما فيه الكفايه لهي الحلقه. على العموم هذا كان كل شيء لهي الحلقه. اتمنى انه عجبكم الفيديو واتمنى انه استمتعتوا فيه. اذا عجبك الفيديو واستمتعت فيه لا تنسى تسوي لايك تشترك بالقناه. اللهم صل وسلم على محمد ومع السلامه.